راس صلب ديال لاكيون. نايس ان شاء الله ديما احنا نقولوا اللي جاي خير يا رب. واللي ديما البرايم نحاول اني نقص من اغلاط. فهمت اللي الفن صعب طبعا يعني مش سهل كثير صعب، وحتى لو كان انت تكون محترف مش سهل معلوم لو هاينه كمين ما كان عمل الفنانين. ونعتز بانه استاذ هشام يقول لي كلام كيما هكايا، والحاجه هذه تخليني نخدم برشا على روحي، تخليني نعرف اللي انا جاي على الحاجات هذه. طب ليش مشغل مقاطع التلفزيون؟ الله يستر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ليش طيب ليش؟ تخيل بتصير عوائد بتصير. في احسن العوائد بتصير. ليك رح حضرك ثلاث شغلات. انت قل لي شو القاسم المشترك بيناتهم. اوكي. ماشي. بزياده رح فوت على 10 ثواني ثالثين. بزياده. الحركات دي انا متعود اعملها، انتي ستريس بالنسبه لي، تخليني اشيل التوتر. لاحظت صارت ريتشوال. يو بيجن وذ يور بريسلت، بعدين بتروح على الساعه، بعدين يو جو فور ذا اير بيس، واوقات بتظبط ثيابك. هاو نهائيا مش للمسرح، هاو لبراته. انت بس تفوت بدك تفوت تكون بكامل جهوزيتك، بعيونك، بطلعاتك، بصوتك. انتبه بصوتك. ليش عم لك بصوتك؟ لانه اوقات في بعض الدخلات بتكون خجوله، وقتها تقلع الغنيه بتقلع معها. صح. هي فعليا القوه بالانترو. يس. مشان هيك على طول بهيقولوا فوتوا للنجم، ببلشوا الميوزك، دق الميوزك، ببلشوا اللايت والافكتس مال الافكتس والاخبار وهيك، وبصير العالم منتظرين، واز مو بيطلع بفوت عليهم وبتفوق على الصاله. مشان هيك حتى دخلتك انت، دخلت مغنيك، مفروض تكون فارض حالك. الوقفه على المسرح مسؤوليه مره كبيره. توتري من بدايه البرنامج الى الان اختلف، هذا لا يعني انه الخوف راح. دائما الواحد لما يكون خايف توتره يلعب معاه لعب مو كويس. انت كنت هودي ملاحظهم بحالك ولا لما شفتهم هلا تبعت لهم؟ انا مركز عليها، بس انه عزيز وسالم وزينب وفادي من بدايه البرنامج لاحظوا في الحركه دي. فاضحك لهم وانا ماسكها وبسويها. انت كفنان كارتست حفظوك كذا شغله، بس اذا في حال هالحركات هن الهاء للجمهور، هودي بنحاول قد ما فينا نخففهم او نلغيهم. صعب تكسر المولد قالب العاده وتظهر منها، لانه انت اوقات بتحفظ نص او بتحفظ غنيه، بتصير تغنيها 60 مره هي ذاتها. قوه تبعك ترجع تعود لسماعها وترجع تقدر تكسر فيها وتغنيها بقالب اخر، وهيدي قوه الفنان المتلون. تسمع منه نفس الغنيه 5 مرات او 10 مرات ولا مره مثل الثانيه. فاذا في حال انا بالنسبه لي بتقول لي بدر على شو بتشتغل عليه اهم نقاط، بقول لك اول دخول مغنى يكون فارض حاله فرض. حركة جسمه ما يعطيني أي إلهاءات جانبية، يكون بس عم بيقدم نفسه للجمهور ليكون قد ما فيه عم بيعلقه مشان الجمهور يكون متفاعل معه. تنصحني بعد كده أفكها؟